وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين وايلاء العنصر البشري الاهميه التي تليق به باعتباره اساس بناء الشخصيه جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعه تطوير منظومه التعليم بمختلف محاورها الرئيسيه. وفي اجتماعنا المنفصل وجه الرئيس السيسي بدعم المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الاعمال ويساهم في اطلاق طاقه من الابداعيه والاستثماريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد باسل الرحمي رئيس جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول عرض الانشطه التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر بمختلف القطاعات التنمويه. لا سيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمه وتقديم الخدمات الماليه وغير الماليه بهدف تعظيم قدره المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديده وتعزيز رياده الاعمال فضلا عن مشاركه الجهاز في المبادرات القوميه المتنوعه على امتداد الجمهوريه مثل مبادره حياه كريمه لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومبادره دعم القطاعات الصناعيه الصغيره الواعده والتنافسيه على مستوى المحافظات وكذلك مبادره تطوير الصناعات الحرفيه والتراثيه ذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزياده حجم المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الاعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمه في اطلاق طاقاتهم الابداعيه والاستثماريه مع التركيز على قطاعي الصناعه والزراعه. في اطار الخطط الشامله لتعميق التصنيع في مصر وزياده الصادرات الصناعيه والزراعيه كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجيه الجهاز ودعم عمليه التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الاخضر بما يتكامل مع جهود الدوله لتطوير الاقتصاد المصري وزياده تنافسيته كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني والفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديميه العسكريه المصريه. الاجتماع تناول متابعه تطوير منظومه التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسيه خاصه ما يتعلق بمحور المعلمين. حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على جهود دعم الكوادر البشريه من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الاعداد المناسبه منهم بما يتوافق مع اعداد الطلاب الى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تاهيل مديري المدارس بما يتوافق مع اعلى المتطلبات الفنيه والشخصيه الواجب توافرها في حاملي امانه هذه المسؤوليه الكبيره وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصله التركيز على تطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي للدوله بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافه خاصه العنصر البشري والائه الاهميه التي تليق به باعتباره اساس بناء الشخصيه وتكوين الانسان مما يتطلب منظومه رفيعه المستوى للانتقاء والتاهيل تقوم على معايير الموضوعيه والتجرد والكفاءه والتميز والجديه والتفوق العلمي والشخصي والنفسي وبما يدعم كذلك جهود اصلاح الجهاز الاداري للدوله ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامه المقدمه للمواطنين